إذن لا يزال القصف مستمرا على مدينة غزة. كنا نستمع قبل قليل إلى أصوات الانفجارات وهي تدوي نتيجة لاستمرار هذا القصف المتواصل على أحياء متعددة في مدينة غزة. مراسلنا قبل قليل كان أكد بأن هذه الغارات إنما هي تسقط على أحياء جنوبية في مدينة غزة، حيث تستمر عملية القصف المتواصل لهذه المدينة. عبد الله، ارحب بك مجددا معنا. ما التحديثات على الأقل حول أماكن هذا القصف وأعداد هذه الغارات؟ المركز كما ذكرت حسام هي حوالي خمس غارات متتالية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة غزة. كما ذكرت هي في محيط مجمع أنصار الحكومي في المنطقة الغربية من مدينة غزة. لازالت هذه الغارات مستمرة ومتواصلة، استهدفت عدة أماكن، وحتى هذه اللحظة يعني ما الذي يضم محيط أنصار الحكومي عبد الله؟ هي تحتوي على مؤسسات حكومية إما تتبع لوزارة الداخلية أو تتبع لبعض الوزارات الحكومية في غزة، وأيضا بالقرب منها تقع بعض الأبراج السكنية تقع بعض الأبراج السكنية في تلك المنطقة. الجيش الإسرائيلي لم يألو جهدا في تدمير الأبراج السكنية والأماكن السكنية والتجمعات السكانية الكبيرة في غزة. كل شيء معرض للدمار من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. لا يشن الغارة فقط في مكان محدد، هو يشن غارات بشكل مكثف ومركز، ويعني الصواريخ التي تستخدم لا تستهدف فقط منزل محدد أو هدف واحد، وإنما الأضرار تمتد إلى كل المكان الذي يتعرض للضرر والاستهداف من قبل الزوارق البحرية أو من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. حتى الساعة الغارات مستمرة ومتواصلة، أصوات الانفجارات لا زالت تسمع سواء من الزوارق البحرية أو من الطائرات الحربية الإسرائيلية، بمعظمها ناتج عن عمليات استهداف وقصف ممنهج ومكثف من قبل الزوارق البحرية وأيضا من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ولا زالت مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. سيارات الإسعاف تتوجه الآن إلى أماكن القصف أو الأماكن التي تتعرض للقصف في تلك المنطقة، على ما يبدو لمحاولة البحث ومعرفة ما إذا كان هناك جرحى جراء هذه الغارات الإسرائيلية.